صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. ومعانا مفاجأة في حلقة النهاردة، كوتش السعادة سفيرة صناعة جودة الحياة المدربة هاجر ناصر الفضالة. دكتور وائل صفوت، شكرا لك هذه الاستضافة الرائعة خلال صوت العرب. تحياتي وشحنات سعادة أهديها لكم من مملكة البحرين. طبعا طالما نتكلم على جودة الحياة وعلى السعادة، عايزين منك تعريف الأول، إيه هي السعادة وإزاي الواحد يعيش حياته وفيها جودة وفيها سعادة طبعا، ويستمر الحياة بقى بشكل جميل من خلال خطوات معينة. السعادة هي قرار، متى ما أردت أن تكون سعيد فأنت سيد الموقف والقرار في يدك. ليش؟ لأن السعادة مفهومة هي قرار شخصي داخلي تنبع من داخل الإنسان. يعني أنا ما أنتظر شخص خارجي يجي أو مؤثر خارجي يعطيني السعادة، أنا قراري الداخلي أن أكون سعيد. لأن خط المشاعر الطبيعي عند جميع الناس خط مشاعر ما يمشي على خط مستقيم، يكون في الطبيعي يكون مستقيم. لما أتعرض أثناء يومي إلى مشاعر إيجابية، موقف إيجابي، خبر مفرح، راح يرتفع إلى الأعلى بإيجابية، وبعد فترة راح يرجع إلى الوضع الطبيعي. ولما أتعرض لموقف سلبي، موقف محرج، لا قدر الله مصيبة، راح ينخفض عن الوضع الطبيعي. فعشان أنا أكون إيجابية وسعيدة أحاول أن أرفع للخط الطبيعي وأرفع إلى النقطة الإيجابية. هذا شلون راح يصير؟ بالممارسة والتدريب. في فرق بين الناس السعداء والناس التعساء. التعساء يتعرضون لمواقف سلبية خلال حياتهم، وما معناها أن أنا أكون سعيد معناها أني لن أبكي لن أحزن، لا، ما أكون إنسان غير طبيعي. لكن الفرق أن الإنسان السعيد لما يتعرض حق موقف سلبي يعمل تكنيكات وإجراءات عشان يرجع مرة ثانية حق سعادته. نفس لما ناخذ دور إنفلونزا، راح أخذ مضاد، تطعيمات، فيتامين سي، أشياء دافية عشان أعزز مناعتي وأرجع مرة ثانية حق الصحة والعافية. لكن الشخص السلبي يمتنع عن التطعيم والمضاد والأنتيبيوتيك وراح يزيد في المرض. فهذه الفرق بين الاثنين. عشان أنا أكون سعيد في حياتي المفروض أولا أن أنا أقرر أن أنا أكون سعيد. ثانيا ما أقارن نفسي بالآخرين، أقارنهم عشان يصير منافسة شريفة، هذا المطلوب، لكن ليس على الدوام. لأن كل شخص متميز ببصمته الخاصة فيه، عندك مهارات، عندك تكنيك، عندك بصمة خاصة فيك، فلا تحط شغلك الشاغل فلان وفلانة. وأضع الأمور في حجمها الطبيعي، لما يصير لي موقف سلبي ما أروح أهول وأكبر الموضوع وأعطي أكبر من حجمه، أعطيها حجمها الطبيعي. وأتعلم أن تكون الإيجابية سلوك حياتي. شلون؟ لما أربط فكرة بفعل، أنا قررت أكون إيجابية فراح أقررها أن أسوي أعمال إيجابية في كل مصيبة وفي كل موقف سلبي أطلع إيجابية، راح بيصير سلوك. السلوك لما أكرره راح يتحول إلى عادة، العادة لما أكررها راح تكون نمط شخصية، بالتالي راح أكون إيجابي. مثلا رحت اليوم شغلت السيارة ما اشتغلت، الفكرة الإيجابية قررت أكون إيجابية، الفعل أن أقول الحمد لله أن هي لم تعمل في المنزل ولم تتوقف فيني في الشارع، فصار سلوكي إيجابي. أكرره الأيام القادمة على مواقف أخرى راح تكون عادة، ومع الاستمرار راح تكون نمط شخصية إيجابية. طالما اتكلمنا على السعادة وإزاي الواحد يحققها، إحنا بقى عايزين نأدي الرسالة بتاعتنا الحقيقية اللي هي هتغير حالات كتيرة قوي، وإحنا إزاي ننقل ده وإزاي نفهم ولادنا وإزاي نخليهم عندهم إحساس بالسعادة وقناعة بجودة الحياة وأهميتها. أستطيع أن أخلق أو أوجد ابن سعيد إن أنا أعزز ثقة ابني في نفسه. دائما أكرر على سمعه أن أنت إنسان رائع، أنت إنسان متميز، أنت شخصية لها كيانها المستقل، وأنمي مواهبه وشغفه اللي هو متميز فيه، أعطيه الدعم والمساندة.
كذلك أركز على أن ما يقارن نفسه بأي شخص آخر، لا يقارن نفسه ببلوجر معين أو فاشينيستا معينة أو أحد من زملائه. مقارنة من باب المنافسة الشريفة مطلوبة، لكن مقارنة أن كل شيء عند هذا الفلان أنا لازم يكون عندي على أساس أكون سعيد، أعلم أن هذا الشيء غير صحي لتعزيز الثقة وتعزيز ثقافة القناعة والرضا. وأكد عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أؤكد له أن الصبر والقناعة والرضا بما موجود لدينا هو أساس للسعادة، وهذا ما حثنا عليه ديننا الكريم. كذلك أبين له أن المواقف متى ما سعى لأمر وعقد العزم وهيئ الأسباب وسوى كل اللي عليه أنه يحقق يحدد هدفه ويسعى له بكل ما أوتي من قوة، يكون عنده شغف، وبعدين يوكل أمر رب العالمين. تحقق هذا الأمر كان بها، ما تحقق أن الله مو رايد أن هذا الأمر يتحقق في هذا الوقت بالذات، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: أمر المؤمن كله خير، أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فمعناها هنا في الحالتين راح نحصل الأجر والثواب. إذا الموضوع اللي ابني عززت لهذه الثقة وسعى حق هذا الموضوع وتحقق، خير وبركة. سعى للموضوع وما تحقق، هذه معناها فشل بنجاح، معناها أن أنا ذي التجربة فشلت فيها لكن أكسبتني خبرة عشان أرد أكرر الكرة مرة ثانية بطريقة ثانية عشان أكون أنا أكثر نجاح. وأضرب له مثل بيل جيتس لما بدأ شركة كمبيوتر كان اسمها سنتر كوابريشن، فشلت فشل ذريع لكنه ما استسلم، اكتسب خبرات ومهارات وصمم شركته اللي اقتحمت السوق الإلكترونية بشكل فظيع وصار من أصحاب الملايين. فأعطي أمثلة حية من الواقع، أعطي مثل لناس متميزين ناجحين في حياتهم مثل أوبرا وينفري وأقول له قصتها شلون كانت، أعطي قصة ستيف جوبز، أعطي قصة قانون المفتاح، أعطي كذا شخصية مشهورة، لأن أطفالنا الحين دائما يعني يتأثرون بالمشاهير. فأروح أشوف مشهور عصامي بدأ حياته من الصفر وكان فيها تحديات عشان أشوف شنو كان وعلى أرض الواقع شنو صار، لأن أطفالنا ما يكتفون بالكلام فقط، لازم تكون أدلة واقعية عشان أجذبهم وأثر فيهم. لما أنا أطبق أشياء بسيطة في مسببات سعادة وقتية وفي مسببات سعادة مستدامة. فمسببات السعادة الوقتية إن أنا أتبع شغفي مثلا الرسم، الموسيقى وأنمي، أو إن أشوف لي مسلسل أو فيلم كوميدي، هذه سعادة لحظية أوكي مطلوبة إن أنا أعزز سعادتي، بس إحنا دائما يكون هدفنا السعادة المستدامة. بس ما يمنع فيه ساعات كوب كوفي أشربه يعدل المزاج ويروق المزاج. أنا خلال هذا الصيف سويت مبادرة اسمها صيفك ابتكار بسعادة وأمان مع كرتون هاجر، شغفي الكرتون، فقلت هالصيف الأطفال قاعدين في البيوت ومتمللين وما في أنشطة صيفية فعلية، فسخرت وسيلة التواصل اللي هي برنامج زوم معدل 5 أيام كل يوم مع جهة من الجهات ساعة كاملة أنمي شغفي وأنمي شغف الأطفال. فكنا ساعة كاملة في كل يوم ناخذ شخصية من الشخصيات على مدار شهرين، شخصيات كرتونية ميكي ماوس سبونج بوب، فأرويهم خلال هذه الساعة أساسيات رسم الكرتون. شغفي نقلته للأطفال بسعادة، فدمجت الشغف والمهارة بالسعادة. أخي العزيز، لو تشوف سعادة الأطفال وأنا قاعدة أشوفهم في الزوم يرسمون بسعادة بشغف، الابتسامة مرسومة على وجههم يعني، ولما أخلص كنت أصدم بمهارة الرسم اللي عندهم. ليش؟ لأن رسموها بحب بشغف، كنت أتعمد أخذ الشخصيات اللي الأطفال يحبونها. وفي النهاية كنت دائما أخصص ربع ساعة أسمع حواراتهم، لأن إحنا مهما كبرنا أو صغرنا نحب أن يكون هناك شخص يسمعنا، نعبر عن ذواتنا، هذه مسبب من مسببات السعادة كذلك. طبعا كلام جميل جدا أستاذة هاجر، وطبعا لازم خطواتنا كلها وإحنا كلنا بعد ما سمعنا الكلام الجميل بتاعك نبتدي نعمل خطوات وخطة لينا ونبتدي ندور على سعادتنا بالأساليب والحاجات اللي انت قلتيها ونسعى إلى جودة الحياة. شكرا جزيلا لحضرتك، وأكيد حيبقى في لقاءات مرة أخرى معاك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور وائل، شكرا جزيلا. عيشها ببساطة.
عيشها ببساطة هي فكرة وحملة وبرنامج، بس الموضوع مش هيكمل إلا بيكو. ابعتوا لنا قصص أو أسئلة أو استفسارات أو تجارب شخصية، وإحنا الاستشاريين بتوعنا هيجاوبوا عليها، ويمكن نستضيفكم في برنامجنا علشان خاطر نسجل معاكم أو نيجي نسجل معاكم ومعانا الاستشاريين بتوعنا. طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-082-024 أو على صفحة ببساطة إجابتك عندنا. عيشها ببساطة. ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعد يحسين.